موسيقى حارة على كل متعلم لهذا المهرجان من شركة اتصالات المغرب البنك الشعبي البنك المغربي للتجارة الخارجية وكذلك شركة كوكاكولا وكل من ساهم من بعيد ومن قريب لإنجاح هذه التظاهرة. وكي لا أطيل أدعوكم مع الشاب أحمد الشيبة موسيقى حارة. أذكركم غدنا موعدكم مع نجم كرة الرجالة مع الشاب أخطر بوان بهذه الخشبة ابتداء من الساعة 9 ليلا. وكذلك نجم المشيخ ميمون الكريم ويحيى التكسير ابن هذه المدينة. كل هذا الشيء من أجل سكان وترفيه سكان مدينة أحفير من طرف جمعية أصدقاء الأسرة للبيئة والتنمية والرياضة مع أحمد الشيبة. I'm gonna go to the hospital.